بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أبنائي الطلبة، السلام عليكم. المحاضرة التي سنقوم بإلقائها على مسامعكم هي فن المقامات في العصر العباسي. نلقيها على مسامعكم الأستاذ المساعد الدكتور عماد الجغير إلى طلبة المرحلة الثالثة في قسم اللغة العربية كلية التربية جامعة نيسان. المقامة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. المتأمل في المعنى المتداول للمقامة لا يجد أي صلة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي الذي يترشح من المعجمات اللغوية يفارق المعنى الاصطلاحي، فقد قال ابن منظور: المقامة في الفتح المجلس، والجماعة من الناس، ومقامات الناس مجالسهم. ولم ترد لفظة مقام في القرآن الكريم، وإنما جاءت لفظة مقام 14 مرة، وهي إما مصدر بمعنى القيام، وإما بمعنى الموضع الذي يقام فيه. فهذا المعنى اللغوي يبتعد ابتعادا كثيرا عن المعنى المتداول للمقامة الذي يعني نوع من الكتابة الفنية التي تحوي أغلب عناصر القصة، وتعتمد على راوي واحد وبطل أديب متحايل، تهدف إلى نقد البنيات الثقافية المختلفة عبر التهكم والسخرية. مبتدع هذه المقامات هو بديع الزمان الهمداني، قد أنشأ هذه المقامات بشكل جوبها ببعض الرفض، لأنها الكتابة السردية الأولى التي تصور مخارج بنية الصور، ابتعد عن تصوير الحاكم وحيثيات السلطان في العصر العباسي. بديع الزمان الهمداني وإشكالية الريادة الإبداعية. أفاد بديع الزمان الهمداني من الموروث الحكائي العربي في إبداع نوع سردي جديد أسماه مقامة. يتطور البديع مدلول هذه اللفظة وجعلها تدل على بنية سردية مستحدثة تتخذ الخبر إطارا لها، ولكنها تخرج عن بنية الخبر التقليدية. وقد أعطى الحريري المتوفى سنة 516 للهجرة الأولية الإبداعية في بروز فن المقامة إلى بديع الزمان، إذ يقول: فإنه جرى ببعض أندية الأدب ذكر المقامات التي ابتدعها بديع الزمان وعلامة همدان، فأشار من إشارته حكم إلى أن أنشئ مقامات أتلو فيها تلو البديع، وإن لم يدرك الضالع شأو الضليع. طبعا الضالع هو يعني من العرج، من الضلع، والضليع المتمكن، وهذا ما يفند بعض الآراء حول تعيين مبتدع فن المقامات. فهذه الآراء تؤكد على قضية
نشأت في المقامات. وهناك من يقول بأن الجاحظ المتوفى سنة 255 للهجرة هو المنشئ الأول للمقامات في رسالته التربيع والتدوير، أو في رسالته صناعات القوات. وهناك من يقول بأن المبدع الأول هو ابن دريد في أحاديثه. وثالث الآراء يقول أن المبتكر الأول لها هو أحمد بن فارس اللغوي أستاذ بديع الزمان الهمداني. وهناك من يرى أن أبا حيان التوحيدي ابتدعها وأنشأها. لكن الحريري يفند هذه الآراء في مقدمة مقاماته عبر النص الذي ذكرناه. موضوع المقامات. حاول بديع الزمان الهمداني في مقاماته تصوير المجتمع في فقره وحرمانه من العيش الكريم بأسلوب تطغى عليه روح الدعابة والفكاهة والإضحاك، على لسان راو اسمه عيسى بن هشام ومحتال ذكي في صورة شحاذ يدعى أبا الفتح الإسكندري. كذلك ونجد بعض الموضوعات تأخذ طابعا ثقافيا، لذلك مقامات النقل الأدبي مثل المقامة العراقية والمقامة الشعرية، ومنها بعض المقامات الدينية والوعظية مثل المقامة الأهوازية والوعظية، ومنها مقامات وصفية تتناول العادات والطبائع والحيوانات والمدن. هدف المقامات. لا يبدو أمر الوقوف على مقصدية المؤلف أمرا سهلا، خاصة في البنى السردية، لأن المؤلف يتخذ من السرد قناعا للتخفي ومخاتلة المتون الثقافية المهيمنة. لذا فإن النصوص السردية أكثر طواعية للتأويل، وفكاهة الهمداني كانت مقصودة انتقاد سلبيات الممارسات الاجتماعية في عصره عبر تصوير قاع المجتمع أو الجانب الخفي منه. ولعل الكاتب أحس بأهمية المفارقة في تصوير التفاوت بين الطبقات، ولعل ما يمثل هذا التضارب بين الطبقات ما نجده في المقامة الصيمرية، حيث يعرض البديع جانبا من حياة البذخ والرخاء التي تعيشها الفئة الغنية. يقول: فلم أزل في صبوح وغبوق نتغذى بالجدايا الرضع، وشرابنا لبيد العسل، وسماعنا من المحسنات الحذاق الموصوفات في الآفاق. أما الطبقة الفقيرة والمتمثلة في عامة الناس فقد أصابها جوع مدقع، ويتجلى في المقام المجاعية، حيث إنها نسيت طعم اللحوم ويأست من المأكول. يقول عيسى بن هشام: كنت ببغداد عام مجاعة فملت إلى جماعة أطلب منهم شيئا، ويقول: فقير شده الجوع ولا يمكنه الرجوع. وإذا ما وقفنا على المقامة البغدادية التي يبدأها عيسى بن هشام بقوله: اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد وليس معي عقد على نقد، فخرجت أنتهز وحالة حتى أحلني الكرب، فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حمارة، إلى نهاية المقام. فقد احتال عيسى بن هشام، وهو كما قلنا في هذه المقامة أبو الفتح الإسكندري، يغيب يختفي،
والذي يقوم بعمل البطولة هو عيسى بن هشام. السبب وراء ذلك، السبب لأن بديع الزمان الهمداني في مقاماته لم يستطع أن يتجه إلى البناء المتكامل، البناء الفني المتكامل، فنجد بعض الشروخ البنائية حفت ببعض المقامات مثل اختفاء البطل في بعض المقامات ومنها المقام البغدادية، أو التلازم البنية الصراعية في أغلب المقامات. مقامات بديع الزمان الهمداني تقوم بين الراوي والبطل، الراوي يتتبع خطى البطل، خطى ابن فتح الإسكندري، ويحاول أن يكشف البطل في نهاية المقام. دائما ما تتردد هذه اللازمة السردية، فإذا هو الفتح الإسكندري. لكننا نجد في المقام الموسمية مثلا هناك تلازم بين البطل والراوي، فقد احتال عيسى بن هشام على ذلك السوادي المحروم الذي قصد مدينة بغداد للاسترزاق، ويوقعه في فخ ليأخذه إلى أحد المطاعم ويطلب له ما طاب ولذ من الأكل. السوادي في كل مرة لا يتوانى عن طلب الزيادة، ولما شبع عيسى بن هشام استدرجه بقوله إنه سيحضر له ماء باردا. قول عيسى بن هشام: يا أبا زيد السوادي، ما أحوجنا إلى ماء يشعشع بالثلج ليقمع هذه الصارة، وهنا ستظهر مفارقة، حيث السوادي وقع ضحيتها من خلال ما صنعه عيسى بن هشام الذي خرج وتخبأ في مكان من الشارع ليرى ما ستؤول إليه هذه الضحية. فالسوادي حين استبطأ عيسى بن هشام قام إلى حماره يريد الانصراف، لكن الشواء يطالبه بثمن ما أكل، فيجيبه بكل سذاجة وغفلة إنه كان ضيفا، قد أكلته ضيفا، ينتهي مصيره باللكم واللطم. ومع ما تحمله المقامة من فكاهة ظاهرة، لكنها تدعو إلى التأمل عبر صورة الضحية السوادي الذي وقع بسبب الغفلة والسذاجة. فهنا أراد المؤلف أن يحصن الناس من الوقوع في أسر السذاجة والغفلة، ومثل هذا نجده في المقام الموسمي. ونجد الهمداني في بعض مقاماته وعبر شخصية البطل الإسكندري الذي ينتقل بين الفضاءات المقدسة والمدنسة، مثل ما جاء في المقام الخمرية تتجلى فيها المفارقة بين الظاهر والباطن، وتبرز كذلك المفارقة بين الظاهر والباطن في المقام الأصفهانية، إذ يحتال البطل بحيل الاستيلاء على الأموال. السرد في مقامات الهمدان: من المعروف أن النص السردي يقسم إلى مستويات ثلاث، هي مستوى الأحداث وتعني مجموعة الأحداث كما يتصور أن تكون قد وقعت، أي قبل دخول الأحداث في أي شكل بنائي خاص. المستوى الآخر هو مستوى القصة، ويعني البناء الخاص الذي تقوم من خلاله الأحداث. المستوى الثالث وهو مستوى النص، الذي يهتم بالخطاب الذي يشكل
موقفا خاصا بالسرد من خلال عدد من العناصر المكونة له. وسنوجز الحديث عن بنية مهمة في جسد العمل السردي، ألا وهو الشخصيات. أما المكونات التي اكتسبت وجودها في التحقق العيني للنص والتي تشكل ملامح السرد بوصفه خطابا، وهي الوصف والخطاب والراوي ومستويات الرواية والمؤلف الضمني وبعض عناصر السرد، فسنؤجل الحديث عنه إلى مستوى آخر آمل أن تصلوا له في الدراسات العليا. تحاول الشخصيات في مقامات بديع الزمان الهمداني أن تصنع إيهاما كبيرا بواقعيتها، أي بكونها شخصيات من لحم ودم، وذلك لأن الهمداني أدخل في نسيجه بعض الشخصيات ذات الوجود التاريخي مثل ذي الرمة وأبي العنبس الصيمري وغيرهما، فضلا عن الشخصيات الخيالية. ورغم هذا الإيهام، تظل الشخصيات مجرد كائنات ورقية ليست من لحم ودم. ربما يعني أن تحديد هذه الملامح يعتمد بالأساس على ما يخبر به النص، دون التطرق للوجود التاريخي الإنساني لهذه الشخصيات. وفي مقامات بديع الزمان الهمداني هناك شخصيات مركزية وأخرى هامشية. الشخصيات المركزية: شخصية البطل أبو الفتح الإسكندري، يمكن رصد ملامح شخصية أبو الفتح الإسكندري من الاسم، إذ بالإمكان الربط بين الاسم ودور الشخصية في مقامه. وحقيقة الحال فقد ألقى اسم البطل بظلاله على بطل شخصيات مقامات الحريري، فبطل شخصيات الحريري يدعى بأبي زيد السروجي، أما راوي مقامات الحريري فيدعى بالحارث بن همام، وهو يقابل عيسى بن هشام. إن لقب أبا الفتح الإسكندري ربما يشير بطرف خفي إلى الفتوحات، فبقدرته البيانية يستطيع أن يغزو القلوب والعقول ويحقق ما يريد، وهو قد امتلك الخطاب العجيب. وشخصية الإسكندري لا تعنى بالاتساق المنطقي، إنها متشعبة بقدر تشعب المواقف التي توضع فيها. ففي حين نجد الإسكندري ماجلا في المقامة الرصافية ومستهينا بالقيم الأخلاقية والدينية كما في المقامة الخمرية، ونجده واعظا تقيا في الأهوازية والوعظية، ونجده متفلسفا في الجاحظية والقريضية، ونجده مدعيا للجنون في المقام المارستانية. الشخصية المركزية الثانية هي شخصية الراوي عيسى بن هشام، ولعل ما يثير الاهتمام في شخصية عيسى بن هشام هو مساحة التشابه مع شخصية الإسكندري. فنجد عيسى بن هشام يشارك الإسكندري في المقامتين الموصلية والأرمينية، وقد مارس البطولة في المقامة
البغدادية. وعيسى بن هشام، كلمة عيسى اسم عيسى يحيل بشكل خفيف إلى شخصية دينية، ممكن أن تكون يعني شخصية عيسى المسيح عليه السلام الذي امتد به العمر. فعيسى بن هشام الراوي يروي عن شخصيات سبقت عصر الهمداني بفترات طويلة، مثل الشاعر أبي العنبس الصيمر. الشخصيات الهامشية وهي موجودات لازمة لتكوين المشهد السردي دون أن يكون لملامح هذه الشخصيات أي أهمية، لذلك لم ينشغل النص بإطلاق أسماء عليها أو تبيان الملامح والتحولات النفسية لها، مثل شخصية الشحاذ الذي يناظر أبا الفتح في المقام الدينارية، وفتاة الحان في المقام الخمرية، ورفيق عيسى بن هشام في المقام المكفوفي. وإذا أردنا أن نعلل قضية عدم ظهور الإسكندري، يعني شخصية البطل في المقامات على وتيرة واحدة، فهو لا يظهر بسن واحدة على طول المقامات، يظهر في سن الشباب في المقامات القريضية والبلخية والمجاعية والشعرية والعلمية، ويظهر في سن الكهولة في المقامات السجستانية والجرجانية والمكفوفية. أما في المقامة الشيرازية فهو شاب في أولها وكهل في آخرها، ويظهر في سن الشيخوخة في الباقي من المقامات. أما يذكر ويظهر في سن الشيخوخة في الباقية، أما بأن يذكر شيبه أو ينعت بالشيخ أبي الفتح الإسكندري. وكذلك يظهر البطل بأطوال متضاربة مختلفة، وربما اختلف مع بعض الباحثين الذين جعلوا من منطق تطور الأحداث وتقدم أحوال بطل المقام النفسي في سياق التوجه إلى الخاتمة ضابطا لجودة المقامات، ضابطا لجودة العمل القصصي، يعني الكاتب يقوم بأفعال تصاعدية، يعني بداية المقامات يكون متهتكا ثم يتحول في آخر مقامة إلى التوبة. هذا الأمر بعض الباحثين انتقدوا الهمداني في إعلان توبة أبي الفتح الإسكندري، فقد أقلع عن الاحتيال والخداع في المقام الوعظية وهي 26، متكئين على ما فعله الحريري في إعلان توبة البطل أبي زيد السروجي في آخر مقاماته. وأنا أرى ما هذا إلا تكنيك سردي عرف في العصر الحديث يقوم على تعدد النهايات بتعدد الأحداث، وهو ما يعكس حالة مجتمع الهمدان المضطربة المفككة. فشخصية بطل مقامات الهمداني شخصية متناقضة، شخصية لازمة التناقض من أول مقامة إلى آخر مقامة. وربما هذا الفعل، هذا البناء الفني في الشكل السردي لمقامات الهمداني هو الذي جعل الكثير من الكاتبين والباحثين يتناولون مقامات الهمداني بالنقد، وربما يكون هو الملهم
السردي للحريري ومن جاء بعد الحريري لكي ينهج منهج الهمداني في مقاماته. وألقت البنية السردية لمقامات الهمداني ظلالها على من جاء بعده من الكتاب، فقد تمثل الحريري مقامات الهمداني وأعاد إنتاج هذه المقامات وأضاف إليها ما يتلائم الفضاء الثقافي الذي يحيط بالحريري. وحاول ابن ناقية المتوفى سنة 485 للهجرة الخروج من جبة الهمداني عبر تعدد الرواة، فنحن نجد راويا مختلفا لكل مقامة. أما الزمخشري المتوفى سنة 538 للهجرة فقد جاءت مقاماته وعظا مباشرا يخلو من البنية السردية الفنية. وحاول الشاب الظريف المتوفى سنة 687 للهجرة التجديد في بنية المقام السردية، فقد كان أبطال مقاماته ثلاثة. واتخذ ابن الوردي المتوفى سنة 749 للهجرة من المقامة شكلا يعبر عن مضامين فكرية وصوفية، وحافظ على وجود راو واحد لمقاماته أسماه إنسان من معرة النعمان. وجدد السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة في بنية المقامات، فقد اتخذت أنماطا متنوعة، ونجد أثر المقامة يمتد إلى الأندلس ليصل بعد ذلك إلى الآداب غير العربية. أثر المقامات في الآداب غير العربية. انتقل فن المقامات إلى اللغة الفارسية في القرن السادس الهجري، أي بعد بديع الزمان بقرنين كاملين. وأول من أدخلها في الأدب الفارسي هو القاضي حميد الدين عمر بن محمد البلخي، الذي كان أكثر تأثرا بفن بديع الزمان الهمداني منه بفن الحريري، فترجم المقام المضيرية لبديع الزمان وأسماها المقام السكباجية، كما نقل عنه مقامات أخرى. ولقد ضمت مقامات حميد الدين موضوعات طريفة ومناظرات ممتعة، كمناظرة بين الشباب والشيخوخة، أو بين الطبيب والمنجم، أو بين الربيع والخريف، أو بين الحب والجنون. وكانت المقامات الفارسية كالمقامات العربية من حيث إطارها وقالبها وأسلوبها، ولقد تفنن بها الفرس افتنانا شديدا، حتى إن أديبا فارسيا كبيرا كالأنوري يقول إن كل مقال سوى القرآن وحديث المصطفى لا قيمة له بجانب مقامات حميد الدين. هذا مع أن مقامات حميد الدين لا تصل من حيث المستوى الإنشائي والأدبي إلى مستوى مقامات بديع الزمان الهمداني، بل إنها في معيار النقد السليم تعد دون المقامات الهمدانية. ووجدت المقام العربية طرائق للدخول للآداب الأوروبية، وممن تأثر بالمقامات العربية في الأدب الفرنسي هو شارل سورال في قصته تاريخ فرانسين الحقيقي الهازل،